السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نظرية اسمها تأثير الكوبرا أو كوبرا إفكت، عبارة عن إيه؟ إن أنت تحاول تحل المشكلة فتزداد المشكلة تعقيدا وتبقى أصعب. تمام. وفي كتاب لاقتصاد ألماني اسمه هورست سيبرت بيتكلم عن الموضوع دوت، إن أنت عندك عصاية معوجة سنة صغيرة، فأنت تحاول تصلحها تروح كسرها أو تعوجها أكتر الناحية التانية. طب ايه سبب المصطلح دوت؟ ان اثناء فتره الاحتلال البريطاني للهند، الحكومه البريطانيه كان عندها مشكله في ان في تعابين كوبرا سامه كتيره في مدينه دلهي، فعرضت جايزه لكل واحد يجيب تعبان كوبرا ميت. تمام. فالاستراتيجيه ممتازه، وجات لهم تعابين كتيره. فوجئوا ان الناس اللي بتموت بالسم الافعى او بالكوبرا بقى اكتر بكتير. ليه؟ الناس قالت لك حلو قوي، هم بيشتروا التعابين، خلاص احنا نربي تعابين. فبقى كل واحد مربي تعابين عنده في البيت، وممكن تعبان يهرب كده يهرب كده يروس حد. فاصبح الموضوع صعب جدا، وبقى في ناس كتير عندها مزرعة تعابين. فالحكومه لما فهمت الموضوع دوت قالت ده احنا بنزود التعابين، راحت لغت المكافئات. لما لغت المكافئات، اللي بيربوا التعابين قال لك ما لهمش لازمه، راحوا سايبينهم. تمام. فاصبح عدد الكوبرا اللي موجود اضعاف اضعاف اللي كان موجود قبل كده. ليه؟ لان هم ما عملوش دراسه جدوى، ولا في اول مره ولا في ثاني مره. وحصل الموضوع ده برضه في فيتنام. الاحتلال الفرنسي عمل نظام اللي هيجيب لنا فار مقتول، بدل ما يجيب لنا الفار هاتوا الديل، هات الديل فار تثبت ان انت ايه قتلته. فالمسؤول الفرنسيين فوجئوا ان هم بيلاقوا فران كتيره بدون ديل، اكتشفوا ان الصيادين بيصطادوا الفار ويقطعوا الديل ويسيبوه يمشي تاني. فانت فاهم الفكره؟ دي فكرة إن أنت تعمل حاجة بدون ما تدرس الجدوى. فراح قال لك إيه؟ خلاص إحنا هنلغي المكافأة دي. فالناس بدأت تسيب الفيران تكثر أكتر، من بوش يتم وبصيتها. ما كانش فيه خطة، أو ما كانش فيه دراسة جدوى، أو شوفوا الناس التانية عملت إيه، أو تأثير إن الفيران أو الأفاعي دي مش تبقى موجودة. محتاج الموضوع دراسة من جميع الجوانب قبل ما تطلع بقرار، ولازم يكون في دراسة جدوى لأي حاجة بتعملها، ويكون في تخطيط قبل ما تعمل حاجة.